دلوقتي جمعتكم مع بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله، كله بخير يا رب يكون كله بخير. اهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا بصراحة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يمكن الشيء بشيء يذكر، كنا لسه بنتذكر او لسه كنت حالا بتكلم على انه أمي ربنا يديها الصحة دائما تتكلم خلال الشهور اللي فاتت على أنه كان دايما أصدقائها من الكبار في القيمة وفي العقل وفي الحجم وفي الحكمة وفي الثقافة، بس في السن كمان. أحد أساتذة أمي وأحد أساتذة الأساتذة الحقيقة، وكان دايما أستاذ محمد عودة رحمة الله عليه، فكان دايما يقول للأمي يقول لها خلي صحابك قدك، احنا اصغر واحد فينا اكبر منك يجي ب25 سنة، لما نموت هتعملي ايه؟ غالبا ورثت انا الحكاية دي من امي، فبقى اصدقائي دايما كبار، كبار برضو في القيمة، كبار في العقل، كبار في الثقافة، كبار في الحكمة، واكبر مني في السن. ربنا يا رب يديهم طولة العمر. من هؤلاء الاصدقاء والاساتذة اللي الواحد اتشرف وسعيد، ودايما اقعد اقول كده ايه جملة كده كانت تقال في الملاحم الإغريقية القديمة، اكتبوا عني أنني سرت مع العمالقة. عارفين لما كان أنه لما حد يعاصر حد من كبار الذين كتبت عنهم الملاحم فيما بعد، يعني يقول لك اكتبوا عني أنني كنت محظوظا فسرت مع العمالقة. فأنا كمان كنت محظوظ خالص، قعدت مع العمالقة لدرجة أنا قعدت مع الأستاذ محمد عودة، قعدت مع الأستاذ فيليب جلاب إلى آخره، وقعدت مع الأستاذ نبيل عمر ضيفي العزيز ربنا يا رب يخليه. منورنا. منور يعني ايه؟ ده نورك ونور النجوم اف ام ونجوم ومستمعي اف ام اللي بيشع من وجودهم في اي مكان علينا حاليا في الاستوديو. ربنا يخليك استاذ نبيل. انا من الناس اللي اكيد حضرتك عارف، يعني انا حتى بنبسط لاول ما تشوفني تكودي تقولي وحشتني يا صديقي، فانا بحس يا سلام ربنا يخليك، ايه كم التواضع ده، انا صديقك ربنا يبارك لك، ده انت مربيني من وانا في شورت، فببقى فرحان. ويمكن ده جزء من المناقشة، فكرة الأساتذة أستاذ نبيل، الأجيال اللي بتسلم أجيال فتسلم أجيال إلى آخره، وحضرتك عاصرت جيل الأساتذة اللي سلموا جيلك، وهم كمان عاصروا جيل أساتذتهم اللي سلموهم، وهكذا. هل احنا في عندنا حالة من حالات التواصل الجيلي لو صح التعبير، ولا حصل فجوة ما بين جيل الأساتذة اللي هم كانوا شبان الستينيات والسبعينيات في مرحلة ما، وما بين الجيل بتاعي اللي أصلا اتولد في مرحلة السبعينيات؟ انت ممكن تجاوب على السؤال ده كمان اكتر مني، لان هل انت ما اتعاملت مع حد من هؤلاء الأساتذة كان بخيلا؟ لا. كان متعاليا؟ هل يعني بس انا كنت محظوظ. لا انا عايز، على فكرة الأساتذة بطبعهم التواضع وحب الأجيال الجديدة والشباب. يعني أحد مزايا أجيال الأساتذة أنهم شباب في العقل طول الوقت. شباب العقل، ده معناه أنه بيتعامل، السن ملوش هذا الفواصل أو الإيمج عند الأجيال دي، بتتعامل مع الشباب على قدم المساواة وباحترام شديد جدا بالمناسبة. وأي حد بيسألهم على أي حاجة بيجاوبوا ويردوا ويعملوا. المشكلة مش في جيل الأساتذة وجيل اللي بعدهم، التواصل موجود وفي ناس بتفضل يعني الحمد لله أنا عندي ناس كتير بتكلمني بتسألني في حاجات كتير، وأنا أزعم أني لم أبخل ولم أرد أو لم أجب عن سؤال لأحد، لأن المدرسة اللي أنا اتعلمت فيها في بداية حياتي كان فيها أساتذة عظام جدا جدا. يعني مثلا فجأة ما تلاقي حد زي الأستاذ صبري موسى بيسأل عليك، وصبري موسى بالنسبة لي كنت قريت له فساد الأمكنة، وأنا بعتبرها واحدة من أعظم الروايات في الأدب عموما سواء العربي أو غير العربي، دي رواية عبقرية بأي مقياس يعني، وأنا مبهور بيه. فتخيل أخش روزا اليوسف فاكتشف أن الأستاذ صبري موسى عايزنا أنا فيكلمك بود، فيكلمك بحب، ويقعد يتناقش معاك كما لو كنتوا صحاب، ويقعد يسمعك كما لو كنت انت هو على نفس المستوى
من الثقافة والمعرفة والقدرة والموهبة والزمالة والصدق. ده معنى عظيم جدا. أقول لك حاجة طريفة جدا ورغم من ناس كثيرة ما تعرفه، الأستاذ مرسي الشافعي الله يرحمه الله يرحمه، ومرسي الشافعي مش ابن روزا اليوسف، لكن لما راح روزا اليوسف بقى واحد من أبناء روزا اليوسف. يعني هو كان في مصر القديم وبعدين اشتغل في المصور، وبعدين اختاروا بعد أحداث 77 اختاروا السادات عشان يبقى رئيس مجلس إدارة ورئيس وزراء. فأنا عايز اشتغل صحفي مش عارف اعمل ايه، ظنا من السادات انا ذاك انه هيكتف روزا، هيكتف روزا اليوسف، فانا عايز ابقى اشتغل صحفي. وقع مرسي الشافعي في حب روزا، وقع في حب روزا وحب الناس، فانا عايز اشتغل. فقمت بعت له جواب، مواطن عادي شغال محاسب في وزاره الماليه وبيراقب، انا كنت في حسابات الحكومه براقب على هيئه سكك الحديد. فبعت جواب مش طايق الوظيفه الحكوميه، حاجه مؤلمه جدا بالنسبه لي. أوكي. بعت جواب، المهم رد عليا واستقبلني. عايز اقول لك لا، انا شخص مجهول النون، مجرد جواب، فرد عليا، فروحت في ميعاد، فيخرج يفتح باب مكتبه وياخدني من عند السكرتيره ويحط ايده على كتفي واحنا داخلين مكتبه كما لو كنا اصحاب من 1000 سنه، ويتحدث عليا بودي يقول لي اخبارك ايه يا بلبل، وهو اول مره اقابله في حياتي، والفارق العمري بيننا ضخم جدا، فارق بقى الموهبه والعمل والكلام ده مفيش، ده انا ما عملتش حاجه خالص لسه مفيش، ما بداتش، وهو رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير. هذا النمط من البشر يعلمك ايه؟ يعلمك ازاي تحب الناس، ده اهم جدا فكره حب الناس، انك تحب الناس. وحب الناس مش معناها مش كلمة، حب الناس تواصل مع الناس، احتواء للناس، انك بتحبهم بصدق، مش ادعاء حب من باب التواضع والتقدير. او عشان يتقال عليك انك متواضع وانك بتحب الناس، لا، لان المشاعر الحقيقية بتوصل والمشاعر الزائفة بتنكشف وتتفضح بسهولة. طيب روزا اليوسف، تلك المجلة التي كانت تهز العرش أحيانا وتهز قصر الحكم أحيانا في مرحلة ما بعد 1952، وتزعل السادات الله يرحمه وتزلزله حتى ما أقولك، وهزت قصر الحكم بعد 52، وزعلت السادات لدرجة أنه أطلق على روزا تحديدا، مش الصحافة بشكل عام، الأفندية الأرزال، هو كان رأسده على روزا، روزا اليوسف. وروزا صاحبة التاريخ الطويل، روزا اللي عملتها الست فاطمة اليوسف الله يرحمها، ثم يتولاها إحسان عبد القدوس والأستاذ بهاء، وقعد بقى حدث وصلاح حافظ، مش الأستاذ صلاح الدين حافظ، وهكذا، ونقعد نعد 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 في كم أساتذة روزا. أنا لو عديت أسماء ثواني، لا، ومصطفى محمود ومصطفى أمين ومحمد حسنين هيكل، لا يعني محمد التبعي. أنا عايز أقول لك حاجة، أنا لو عديت، عايز أقول لك حاجة، أما تيجي تدور بجد مش هتلاقي نجوم واساتذة كبار، يمكن يكون عدد ضئيل ابدا، عدد ضئيل قوي يعني، تعدوا على اصابع الايد الواحدة، هم اللي ما خرجوش من روزا اليوسف. صحيح راحوا بعد كده اخبار اهرام، جمهورية، مالوا مصر كلها، لكن هي دي المعمل التفريغ، هو ده مدرسة دي الاكاديمية، دي مدرسة المواهب اللي بتستقبل وتربي، وهي اصلا كمان طاردة بالمناسبة لموهبها، لانها هي بتشع على الاخرين، ان يعني فكرة خدوا من عندنا ما يعني عايز اقول لك صلاح حافظ، صلاح حافظ يعني اللي هو مدرسه لوحده، صلاح حافظ، استاذ بهاء اللي هو مدرسه لوحده، لا ده استاذ صلاح يعني بهاء واخد حقه، لكن اللي ما خدش حقه صلاح مغبون الحق، مغبون الحق، ده انا بعتبره عبقري، يعني ده عبقري الصحافه المصريه الذي لم يقدر تقديرا. وتوصلح شاهين جاي منين؟ روز. حجازي جاي منين؟ كله. انا رجائي، حتى رجائي ونيس اللي كان الرسام العظيم في الستينات وهاجر الاسترالي كان في روزا، يعني عايز اقول لك ليه، لان روزا على راي كامل زهيري هي مدرسه النوافذ المفتوحه، هو الطلق. طيب انا استاذن حضرتك هروح لفاصل من روزا المدرسة، واللي بكلامك كده حسيت انه روزا دي عاملة زي القدس، يا قاتلة الانبياء، بقدر جاذبيتها، بقدر ما بتبقى احيانا هي اللي بتلفظ او بتطرد، سبحان الله، حاجة غريبة خالص. فانا ساعات كتير بحس ان روزا دي هي قدس الصحافة، ازاي ما اعرفش، وليمكن اكون غلطان.
روزا فاطمة اليوسف إحسان، وإحسان فاطمة اليوسف، مئوية إحسان السنة دي. أنا سعيد جدا إنه في الجونة بيتكلموا على الأستاذ إحسان عبد القدوس. لازم يتكلموا على الأستاذ عبد القدوس. ده أنا فرحان فرحة. مفيش روائي في العالم ما يتكلمش. لا، اتعملت روايات وأفلام سينما في العالم مش في مصر قد إحسان عبد القدوس، ولا لاقت هذا القدر من النجاح. من النجاح طبعا. طيب فاصل، وفعلا أنا عايز نفكر، وصححني برضه لو أنا غلطان، الأبروتش بتاعنا هيبقى إحسان عبد القدوس ابن الست فاطمة اليوسف، وفاطمة اليوسف اللي هي أم إحسان، التأثير المتبادل ما بين الاثنين. والجملة الشهيرة اللي قالها في يوم من الأيام الأستاذ إحسان للسادات، قال له أم محمد، على الأستاذ محمد عبد القدوس، غير أم إحسان يا ريس. فاصل ونكمل الكلام. انتوا لسه مع بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب اهلا بيكم معانا مرة تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الكبير استاذ نبيل عمر. وكنا بنتكلم على روزا، والاول انا شبهتها بانها قدس الصحافة. الاول التشبيه ده شايفه سليم بشكل او باخر ولا نطلعه بر؟ لا، هو من في جانب منه صحيح 100% اللي هو المكانة. المكانة والقداسة اللي موجود، اللي بيحتفي بيها المكان اللي موجودة فيها روزا اليوسف. هي طاردة؟ طاردة. ليه؟ لانها اكاديمية. طب انا بدي المجتمع نجوم وابتدي اجيب اصنع نجوم اخرين، ادي المجتمع، ادي مصر نجوم، وابتدي اسس نجوم. عارفة زي ايه؟ الولادة شغالة، ولادة. وبالتالي انت فجأة بتلاقي عندك، لانك انت لو احتفظت بكل دول هتشغلهم فين؟ يعني انت ممكن يعني مثلا خلال مثلا 30 سنة ممكن يطلع منها مثلا 30-40 اسم. طب ما الاربعين اسم يا جماعة يتوزعوا على يعني صلاح جاهين يفضل في روزا اليوسف، ومعاه حجازي، ومعاه طغان، اقول لك للصبح يعني على في 10 فنانين، يبقى مجلة او مجلتين، طبعا روزا وصباح الخير فيهم كل هؤلاء، والتانيين قاعدين بيقولوا عشان عليك يا رب فتمك. فهي طول الوقت بتدي وتبتدي هي تكون من جديد، تفتح ابواب جديد. يعني انا فاكر ما فيش حد يخش يقول انا عايز اتدرب في روزا اليوسف، اشرف روزا اليوسف، روزا اليوسف يقول لا. وبعدين هو اللي عليه انه يثبت. وبعدين ما بتعينش حد بسرعه، يعني بمعنى ايه؟ فيش حاجه اسمها انك تيجي تشتغل تعمل لي موضوعين تقول انا عايز اتعين. مش كلام من ده خالص نهائي. يعني عادل حموده اتعين بعد سنوات طويله جدا، انا اتعينت بعد 8 سنين. روزا تكاد تكون الابطا. بقول لك تخيل 8 سنين، 8 سنين، 8 سنين، او سوري 9 سنين، بشتغل 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 على عشان يعينوني، وبعمل اغلفها ومش عارف ايه والكلام بموضوعات لا. يعني فكره انك يعني انت انك بتحب المهنه وبتحب المكان، وهي تعلمك مش حب المكان الاول، هي تعلمك حب المهنه الاول. عكس كل التصورات. يعني ما فيش شيفونيت، وبعدين مفيش يعني مثلا ما تروح باي مؤسسه اقول لك انا عملت، مفيش فروز انا عملت، احنا روزا. ولان لانك انت خدت من اخرين. يعني انت ما بتروح، ما كنت بتشتغل في روزا، فانت بتشتغل مع تراث مخيف، زي مثلا اللي بيروح مثلا يشتغل في الاهرام. انت بتشتغل مع 140 سنة. يعني انت واخد رايح وكسبان 140 سنة. تراكم خبرات. تراكم خبرات. فروزا واخد تراكم نجوم لا يمكن، لا عدد لا يحصى. فانت يعني فواخداك زي ما كده، ما تروح تشتغل في فيلم وانت نجم صغير او لسه طالع، مش نجم اصلا، ممثل صغير طالع من معهد السينما، او حتى جاي بتجرب انك تمثل. فتلاقي جنبك رشدي أباظة وعمر الشريف وفاتن حمامة وشادية وحليم حافظ وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم في فيلم واحد جنبك، أو المخرج اللي أخرج لهم هو اللي بيستقبلك وبيشغلك. طبعا هتقع من طولك يعني. طبعا يعني أنت نفس المخرج اللي حرك هؤلاء
هو اللي بيقول لك تعال اشتغل معايا انا، او بسمح لك تشتغل معايا، او حد انا حاسس انك تاخد فرصه. انا لما دخلت روزا، بعيدا عنه عن اني ابن تحيه عبد الوهاب او مصطفى الحسين الله يرحمه، فدخلت سنه 93 واحد رايح يتدرب ويشتغل في قسم الترجمه كبدايه. فرحت قابلت الاستاذ عادل حموده كرئيس تحرير، ادي واحد. وبعدين لقيت بقى مين الدكاتره الاساتذه اللي فوقي، ابراهيم عيسى، وكان يعني بعدها باقل من سنه ساب روزا وبدا تجربه الدكتور وائل براشي وعبد الله كمال الله يرحمه ومحمد هاني ربنا يديله الصحه وعصام زكريا مديري المباشر وصديقي العزيز عمرو خفاجي وعمرو خفاجي طبعا وعمرو خفاجي وصديقي بقى العزيز اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه وائل لطفي وبعدين وانا قاعد عمال ببص كده على الاقل الناس اللي انا بتعامل معاها بعيد عن بقى عن كتاب المقالات الكبيره وكتاب الاعمده دول الاساتذه اللي احنا بنشوفهم كل فين وفين وحاجات زي كده، بس دول الناس اللي انا بشوفهم كل يوم. وده هنا بيرجعني للتجربه حتى ذكرتها بتاعت استاذ صلاح حافظ الله يرحمه يا رب، فكره انه يحيي موت الصحافه دائما. استاذ عادل استلم الروزه وهي على الارض وخدها وراح طالع واصبحت توزع في كل مكان 105,000 نسخة. فشفته قدامي وبعدين قعدت اتذكر كده يمكن من كام سنه، قلت يا دين النبي انا والله طب دي حاجه لطيفه، ده انا عاصرت مجموعه النهارده هم من كبار الاساتذه سواء اذا كانوا في الاعلام او في كتابه المقالات او في العمل الصحفي او في التاليف الروائي او في تاسيس وانشاء القنوات التلفزيونيه الى اخره. كان فيها ممثلين وهو مخرجين يعني بالمناسبه. ايوه كانوا بيكتبوا وبيشتغلوا. قلت والنبي يا بختي ده هي دي روزا. ده يعني انا اقول لك حاجات طريفه جدا، يعني في ناس كتير ما تعرفش ان مصطفى امين هو خريج روزا اليوسف. ادي انا ما اعرفش. مصطفى امين كان المخبر الاول لروزا اليوسف لسنوات طويله. يا حلاوه. من هو طالب بالمناسبه. يعني المخبر الاول لروزا اليوسف هو طالب كان مصطفى امين، فضل فتره طويله جدا شغال في روزا اليوسف قبل ما ياسس مدرسته الصحفيه مدرسه اخبار اليوم. يعني عايز اقول لك وطبعا احسان عقد محمد حسنين هيكل كان سكرتير تحرير روزا اليوسف. يعني ما تيجي تشوف تتكلم على محمد التابع رئيس تحرير روزا اليوسف واشتغل مهنته كصحفي من البرلمان، كان موظف البرلمان ثم انتقل من البرلمان. فاطمه يوسف قدرت تجيبه تعرف عليه ويتحول الى محمد التبعي ومحمود عزمي. يعني انت لما تيجي يعني حتى احسان عبد القدوس، يعني انت لما تشوف ما جه احسان عبد القدوس الله يرحمه عاوز هو ابن فاطمه يوسف طبعا هيشتغل صحفي يعني محرر عايز يبقى رئيس تحرير. قالت له ايه؟ اما تخش السجن يا حسين. اما تخش السجن، اما تدافع عن الناس بتبقى بتحس بيهم تبقى منهم مدخولك. وعلى فكره هو فعلا بقى رئيس تحرير بعد ما دخل السجن. بعد ما دخل السجن يعني عايز اقول لك فكره الانحياز للناس، انحياز لطبق الفول مش للسيمون في مي، دي اول حاجه عملتها روز يوسف من أزهر. يعني من مجله فنيه بتعمل روحه لفنان عالمي في اول عدد رسمه فنان عالمي ومش عارف ايه، وبعدين اكتشفت الله ده الناس ماشيه حافيه في الشوارع ولابسه هدوم مقطعه وناس جعانه وفي بطل. طبعا احنا بنقول كلام اللي بتوع الاعداء او خصوم ثوره 23 يوليو بكل اعيوبها واخطائها. يقول لك احنا كنا في الجنه قبل 23 ايام الملكيه. ايام الملكيه الناس كانت ماشيه يعني حفاه، لا هدومهم مقطعه يا راجل. ده انا اقول لك حاجه، انت اما بتيجي تتفرج على فيلم العزيمه، وفيلم العزيمه سنه كام؟ انا مش متذكر سنه كام بس حاجه 37 فاطمه رشدي حسين صيد. ايوه بيدور حوالين ايه؟ فكره الفيلم عن ايه؟ الفقر والبطاله لانه تخيل كان الفيلم كله الخناقه كلها في الفيلم من اوله لاخره. طيب اول فيلم عمله عماد حمدي في اواخر الثلاثينات إيه؟ اسمه السوق السوداء. طبعا بيتكلم عن ايه؟ عن الزيت
والسكر. ده رسمي ها؟ ده سنة كام؟ 1939 اللي بقول لك كانت الناس عايشة في نعيم. ادي السوق السوداء يعني ده موجود. ودي افلام بقى منتجة في قديم يعني منتجة حتى قبل ثورة 23 صح. تقول لما تيجي حاجة طبعا لو اتكلمنا عن العمر عمر المصريين كانوا بيعيشوا كام سنة مستواهم الصحي رغم كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها. لا انت لا توجد مقارنة حجم المتعلمين في مصر. يعني الجامعة بدأت بسبع بنات يعني حجم في ده بقى الوفيات المسألة يعني اقصد يعني انا لو اقصد لو فضلت احنا بنتكلم على 20 مليون اما كانوا سبع بنات يعني كان واجب واحنا 100 مليون يبقى 7 في 5 ب 35 بنت 35 وزيد من عندي خليهم 10 اضعاف 350 بنت. طب احط 10 كمان خليهم 100 ضعف 3500 بنت. انت بتتكلم على مش اقل من 100,000 واحده بتتعلم في الجامعه. 100,000 يعني عايز الناس تاخد بالها ايه اللي حصل. الناس مش واخده بالها يعني البنات ده على سبيل المثال قد يكون مستوى التعليم قل بس دي مسؤوليتنا احنا. احنا عايز اقول لك احنا ايه احنا اللي اهملنا احنا والدوله ما هو فكره المجتمع لان كان جزء من فساد التعليم كان رشوه الناس بامتحانات بسيطه في مستوى الطالب المتوسط. بما اني بعمل لك امتحانات في مستوى الطالب المتوسط يعني بخلق مواطن متوسط مهندس متوسط يبقى التعليم كله متوسط كلها كفاءات متوسطه فاحنا دمرنا وطبعا احنا كان يهمنا اولاد اولياء امور عايزين ولادنا ينجحوا ويجيبوا 100% و103% ما حدش وقف سال وزير التعليم ازاي يا فندم يبقى في 103% احنا مبسوطين بال103% يعني اقصد احنا كمجتمع واجب نقول للخطا انت خطا طبعا ونقول للصح انت صح طبعا احنا 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 قبلنا قبلنا نظام التعليم بانه يسوق وقبلنا ان احنا نعمل دروس خصوصيه وان احنا نوسع الدروس الخصوصيه دون ان نفكر كاولياء امور في مجلس اباء في كل مدرسه في مش عارف ايه ان احنا ندافع عن التعليم الرسمي لان التعليم الرسمي او تعليم الدوله هو التعليم الذي ينتج الذي يصنع الدوله مش التعليم الخاص مفترض. طيب استاذ حضرتك هروح لفاصل وبعد الفاصل هرجع لموضوعنا بقى الرئيسي. استاذ احسان عبد القدوس ابن الاستاذه او ابن الست فاطمه اليوسف والتاثيرات المتبادله اللي كانت ما بين الاثنين هذا العبقري في فن الكتابه الروائيه والست عبقريه بالمناسبة. والعبقري في الصحافه اكيد ما هواش وليد الصدفه ده هو تربيه وتنشئه وتعليم سيده عظيمه للغايه سيده العظيمه جدا اللي هي ما دخلتش المدارس بعد عمر 9 سنين وعملت نفسها كفنانه مهمه جدا 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 على خشبه المسرح خرب النار الشرق كان بيتقال عليها ده اصلا وصنعت قلعه صحفيه صارت قدس اقداس الصحافه على مر العصور وتواليها من حياتها وحتى هذه اللحظه. فاصل ونكمل الكلام مع استاذ نبيل عمر لو سمحتوا استنونا. انتوا لسه مع بصراحه مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب خلونا عندنا حديث طويل جدا على الرأسمالية المتوحشه بس ده هنبقى نتكلم فيه بعدين او مش بعدين مش عارف هنتكلم فيه امتى. المهم نتكلم فيه في يوم تاني برضو مع استاذ نبيل لكن هرجع بقى لاستاذ احسان عبد القدوس اللي ما ينفعش الفصلة ما بينه وما بين ست فاطمه اليوسف. هو مش فاطمه اليوسف يعني طبعا هم اثر عليه اكتر من شخصيه طبعا فاطمه اليوسف نمبر 1 الام العظيمه نجمة الشهيره ست اللي بتتحدى المجتمع مجتمع يعني اسف في منطقه الحريم فتيجي ست تقف زي الرجالة وتأسس مؤسسة يعني ده لأنها ممثلة ونجمة. هو أبوه نفسه فنان اللي هو محمد عبد القدوس ودمه خفيف ومثقف كويس صحيح وعنده جد شيخ أزهري اللي هو تربى ببيته الأولاني يعني كمت يعني شوف حجم التناقض والثراء اللي موجود في بيئة إحسان عبد القدوس اللي بالضرورة عملت هذا الشخص بهذه العقلية وهذا التسامح وهذه المحبة لأن إحسان شخص قايم على فكرة التسامح والتصالح والمحبة والمحبة يعني كلمة تصبحوا على حب دي اللي قلب بيها مصر
دي فعلا تعبير حقيقي عن شخصية. أم عظيمة واقفة مع الناس وبتخش السجن دفاعا عن الناس في الثلاثينات. في بداية الثلاثينات لما كشفت قضية فساد في وزارة الري وبنى جسور على نهر النيل وبأرقام وحدوتة فظيعة يعني. وبيشتغل عندها كل كتاب مصر وعلى عقاد بيكتب كل الناس بتكتب. فطبعا ده مجتمع شديد وبيشوفهم في بيته بيسمع بيتعلم بيتثقف. فدي تربية من نوع فريد. وفي الأقوى مع جده الأزهري قرآن وتدين وحفظ القرآن يعني تعرف ايه فجامع ما بين اذا جاز هذا التعبير الحسنيين. لان في المتطرفين فاهمين ان في خصومة ما بين الدين والحياة. لا ده في تصالح ما بين الدين والحياة. الخصومة جوه ادمغاتهم. صحيح. اي فعل هو فعل مباح وحقيقي اللي بيحدد قيمته واتجاهاته الغرض منه والطريقة اللي بيتم بيها. اي حياة. يعني بغني ازاي وبغني ايه وبعمل ايه وهدفي ايه. لكن تيجي تقول لي اصل الغنى حرام اصل الفن حرام. لا انا ممكن احفظ القرآن وبغني. وغني اغاني عاطفية. لان العاطفة جزء من سلوك الانسان. يعني ربنا ما قالش العاطفة احبسوها. لا تعبرون عنها وعبروا عن اشياء اخرى. يعني ده مش موجود في اي نص ديني في اي حته. كبار مطربي ومغنيين مصر في نهايات القرن التسعة كلهم كانوا حافظين القران. كلهم كانوا المشايخ. غير المشايخ حافظين. ما انا قصدي حافظين القران ليه؟ لان القران المزيكا الموسيقى اللي موجوده في القران في والافلات في القراءات الدينيه امتى صوتك يعلى امتى صوتك امتى التون ده يتغير امتى ده القران يعلمك ده. ويعلمك بمنتهى الجمال اعلى من اي حد اعلى من اي معهد موسيقي في الكره الارضيه. وبالتالي عبد الوهاب احد عبقريه عبد الوهاب كان القران الكريم المزيكا اللي فيه والوقفات والكلام ده كله والقراءات المعروفه سيد درويش وسلامه حجازي وصلاح كل دول يعني عايز اقول ان ده موجود. فهو واخد ده واخد روح امه الست اللي مؤمنه بحريه المراه وانها قيمه مش مجرد جارية او حريم. وعلى فكرة ده الدين بتاعنا بالمناسبة. اما حكاية الجواري وتقعدي في البيت وتتغطي وتتكافي ده مرض نفسي. طبعا. دي امراض عقلية وامراض نفسية. فامراض نفسية بتفرض نفسها على المجتمع. ولك الرجل اهم الست نقصة عقل الدين اصلها اقل مش كل ده كلام التفسيرات المغلوطة وتأويل الايات ما في ده يعني ملوش وجود خالص. في الدين لكن هو ده التراث. لان اللي انا عايز اقوله في الجزء دي عايز اقول الحاجة خارج احسان القدوس هو فكرة انك اكسبت او فسرت جزء من تفسيرات القرآن اكتسبت التقاليد البدوية في المجتمع اللي خرج منه. صحيح 100%. فأنت فسرت بعقل بدوي وربطت العلاقات بين الرجل والمرأة اللي أنت شايفها في مجتمعك على 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 المرأة مش ما قال به القرآن. فأنت شايف المرأة عورة وإنها أصل الشر وإنها وهي الغواية فلازم تتغطى كما لو كان. مع إننا الغواية الوحيدة أو الإغراء الوحيد اللي موجود في القرآن هو سيدنا يوسف. وهو رجل مش امرأة. بالمناسبة حسنه وبهائه ولو احنا فاكرين ان عمرو بن ابي ربيعه نافوه الخلفاء لان السكه بتجري وراه في الاسواق وهو رجل من الست. يعني عايز اقول اذا كان واجب الاولى اذا بالعقليه دي ان احنا نغطي الرجاله ايضا. ما هو الاغراء يعني اذا كنت اذا كانت المراه اغراء للرجل طب الراجل يمكن ان يكون اغراء للست. يعني عايز اقول ان هم فده العقلية او المنطق اللي كان عايش دي البيئة اللي عايش فيها احسان القدوس. وبالتالي لما تيجي تشوف كل رواياته لما تقرأ انا حرة كانت صدمة للمجتمع المصري. يعني ايه في بنتي تقول انا حرة فيعملها لهم رواية مش رواية بس تعمل فيلم كمان. ومناقشته للحرية والتحرر ومفاهيمه يعني انت ما تيجي مثلا يعني حتى مناقش حتى فكرة الحب الاول في الوسادة الخليل حتى القضية الفلسطينية فلا شيء يهم.
يعني هو دايما عنده رؤية للحياة. أو حتى التطور اللي حصل في الطبقات بعد 52 في لا تطفئ الشمس، والغواية في صنع الحب وبائع الحب، وهنا الغواية رجل، والغواية الله ينور عليك صانع حب، والآخر طب هو في الحب هو في الطريق يعني. المسدود إذا كانت الأم سيئة، طب الكاتب كان شكله إيه في الطريق المسدود اللي كان بدور أحمد مظهر في الفيلم؟ كان شخص سيء، هوايته استيراد البنات. يعني أقصد إن أقول هذه الحياة، لأن الناس ما بتاخدش بالها إن إذا كان في خطأ فهو خطأ من طرفين، يعني راجل وست، مش ست لوحدها يعني. لكن دي العقلية البدوية، أن الرجل لا يخطئ، حتى لو كما لو كانت الست لو ارتكبت خطأ هترتكبه مثلا مع كائنات فضائية، مش إنسان، مش رجل يا أخي. فلا لا، المهم إن تحميل الخطأ دائما على المرأة. المرأة والرجل لهم نفس الحقوق، نفس الواجبات، يحملان نفس المعاني الشرف والنزاهة، لأن كلمة الشرف أبعد كثير، يتجاوز كلمة الجسد فقط. الشرف كل سلوكة الإنسان فيها شرف، أو كل سلوك الإنسان فيه خسة أو عدم شرف، مش جزء بس. يعني زي يقول لك ايه، يعني مثلا تلاقي في فيلم، ودي حتى في الثقافة الشرقية، يعني بنت الشغالة حرامية أو بتاع، بتقول لك انا شريقة، ايه يا حبيبي انت فاهم انا شريف؟ لا ده انا بنت شريف. يعني هي بتسرق ده شرف يعني. لكن ما يتعلق بالجسد بس الشرف، لكن اكذب، اغش، ازور، اسرق، انهب، ده شرف. لكن الجزء ده اي ان الشرف متعلق بس فقط بالجسد، لا، الشرف متعلق بكل سلوكيات الانسان. زي التاجر الغشاش اللي بيغش في ميزان او يقول لك انا عندي شرف برضه، بس بيصحى الصبح يفتح يصلي يا رزاق يا كريم ويصل، ويركع الركعتين بتوع الفجر بيزر. وتمام، ويحافظ فإحسان على الصلاه. فاحسان اتربى بين البيئه اللي الناس شافها تناقض، هو شافها تعايش. طيب هستاذن هروح لفاصل. حضرتك قابلت الاستاذ احسان وحاورت وسمعت وفهمت وسألت وتناقشت، وهنا بيجي السؤال، هل التركيبة العقلية للأستاذ إحسان الله يرحمه يا رب، هل جزء كبير، أو هقول مش جزء كبير، هل الجزء الأكبر منها هو تأثيرات تربية وتنشئة الأستاذ إحسان في بيت الست فاطمة اليوسف بهذا الصالون، سواء إذا كان هذا الصالون عمديا بوصفه صالون أو غير عمديا بوصفه لقاءات كبار الكتاب والمثقفين و و و و و و، هل الجزء الكبير من وجدان الأستاذ إحسان كان بإيد وبعقل الأستاذة أو الست فاطمة اليوسف؟ فاصل ونكمل الكلام. انتوا لسه مع بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مع حضراتكم في برنامجنا بصراحة مع كاتبنا وأستاذنا الأستاذ نبيل عمر، وكنا بنتكلم على الأستاذ إحسان، وكنت أنا بتسائل هل في جانب كبير أو الجانب الأغلب من وجدان الأستاذ إحسان عبد القدوس، بناؤه الوجداني والعقلي والفكري، كان بتأثير تربية وتنشئة ومشاهدة والعيشة مع الست فاطمة اليوسف ومن يحوطها وما يحوط بها؟ ده 100%، لأن فاطمة اليوسف الله يرحمها شخصية فذة بكل المقاييس، شخصية قوية، مش مجرد إنسانة عادية، وبالتالي وبدأت تتثقف وتتعلم، بقت كل كبراء مصر مثقفيها ومفكريها وكتابها ودباءها وصحفيها الكبار بيروحوا عندها البيت، إحسان موجود بيسمع ويشوف. طبعا ده المؤثر أو النبع الأول اللي خد منه إحسان عبد القدوس حاجات كتير جدا جدا، لكن تظل اللي هي السمة الشخصية للفرد. يعني طبعا إحنا وإحنا أي إنسان مش إحسان بس، فترة حياته الأولى من غير ما ناخد بالنا، ده تبقى لعلم النفس، هي اللي بتبني شخصيته واللي بتبني حاجات كثيرة فيه. لكن بيظل فيه تأثيرات خاصة بالمدرسة، أصدقاء الشارع اللي بيتفرج عليه، كتب اللي بيقراها، الحاجات دي بتكمل أو جوانب أو بتغيرها، فده موجود. لكن النبع الأصلي
الذي سبح فيه وشرب منه إحسان عبد القدوس هو السيدة فاطمة اليوسف. في شخصية فذة طبعا شيء طبيعي. وهو كتب ده، وحتى محمد الحفيد قال ده في أكتر من، هو بيكتب عن جدته في الوفد وحاجات زي كده، فكتب عن ده ببساطة ومدى تأثيرها في العيلة. وحتى لما جينا لما كانت الناس تتعجب كيف يكون ابن إحسان عبد القدوس عند هذه الدرجة متاعه، لأن دي البيئة اللي تربى فيها نفسه إحسان عبد القدوس. صحيح. الجد الشيخ والأم الفنانة والأب الفنان. فهذا يعني ده كان طبيعي جدا ومسألة منطقية، لأنه إنه فكرة إن ممكن تبقى فنان أو عند أو متحرر وتبقى ضد الدين، دي فكرة عبثية وملهاش أساس. أنت ممكن تبقى متحرر وعقلك متفتح جدا ومتدين جدا، لأن التدين مش في إقامة الشعائر فقط، التدين في التصرفات والسلوك وفي العقلية. التدين حالة بعيشها، مش لحظة تدين. التدين حالة طول الوقت في 24 ساعة. يعني أراعي الله في سلوكي وفي تصرفاتي، وأراعي حقوق الآخرين والإنسان، لأن إحنا زبدنا هو في الدين هو المعاملة. صح. المعاملة 24 ساعة في اليوم، بتعامل الأشياء أو بتعامل الإنسان أو بتعامل حتى الحيوان. يعني شوفوا احنا وصلنا لحد فين، وبالتالي الطريقه اللي بتعمل بيهم كل حاجه في حياتك هي جزء من. فما ينفعش انك انا بصلي وبعدين اروح افتح الدكان غش، او اصلي وبعد كده اطلب الشهاده في حاجه فاكذب. ما ينفعش. او اصلي واحاول اضحك على حد، يعني اقول له حاجه ثمنها خمسة بحاله بستة او بسبعة، واقول له اصل التجاره الشطاره، طلعت مفهوم ان التجاره الشطاره. طبعا ده يعني فده فصل، ده ما سميه مش مدين، ما سميه مؤدي شعائر. يعني سواء كان مسلما او مسيحيا او يهوديا، دون ان يلتزم ببقية التعليم في تصرفاته اليومية، ده مؤدي شعائر، مجرد مؤدي شعائر. يعني في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم على ما معناه، انه ليس البر ان احنا نولي وجهنا ناحية المشرق او المغرب، وانما البر الحقيقي هو ان احنا نسلم وجوهنا لربنا سبحانه وتعالى بتصرفات. ايوه الاسلام بتصرفات بالظبط، مش بالكلام او بالشعائر. انا كده واقف وبصلي، انا بصوم، انا بودي بأدي الزكاة، انا تمام كده خلاص اهو، انا كده بقيت كويس. لا، هي مش كده. وده جزء حتى من أزمة العالم الإسلامي من أول باكستان لحد ما نروح المغرب. يعني دي الأزمة، الفواصل بين تأدية شعائر والتصرفات اليومية الحياتية. يعني ما ينفعش مثلا تبقى مسلم وترمي زبالة في الشارع، تيجي إزاي يعني؟ ده الحد عن النظافة جزء من سلوكنا الإنساني. صحيح. هرجع مرة تانية لأستاذ إحسان، مسألة أو علاقة الأستاذ إحسان بالمرأة من خلال كتاباته، ده برضو كان تأثر طبعا واضحة جدا. يعني انحياز، أولا منحاز انحياز واضح. ده أقول لك حكاية طريفة في حياة إحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس رئيس تحرير روز اليوسف، جات له رسالة من فتاة. الرسالة دي الفتاة تعرفت على شاب، هي من أسرة بسيطة، تعرف عليه شاب من أسرة غنية، ونشأت بينهم قصة حب. وبعدين اتخلى بها هذا الشاب، فهي وقعت في ورطة ومش عارفة تتصرف. فقامت بعت الجواب لإحسان عبد القدوس بتقوله مش عارفة تتصرف أعمل إيه. كتب إحسان الحكاية وبدأ يدافع عنها، وطلب الشاب أن يصحح خطأ ويتزوجها، وكتب مقال عظيم جدا اسمه العاشق النزل. العاشق النبل، وشرح وكان يدافع عن هذه الفتاة إلى أن تزوجها الرجل، إلى أن تزوجها ذلك الشاب. يعني انت شوف موقفه، ما قالش انت عملت كده ليه، انت اخطأتي فانت تعالك انت تتحملي خطأك، انت مش عارف. هو اعتبر ان الخطأ خطأ فردين، يعني خطأ مشترك، يتحمل الطرفين نفس القدر
من المسؤولية، نفس القدر من المسؤولية. صح. وبما أنها عذبت وحست أنها ضاع يعني عاشت في حالة عذاب وفزع لفترة طويلة جدا، فكان هذا كافيا من تحملها جزء من المسؤولية. فعلى الشاب الآخر، على الشاب أن يتحمل هو أيضا جزء من المسؤولية فتزوج. أنا عايز أقول هو دي رؤيته للحياة، وهو حتى في كل رواياته، لأن الإنسان دائما يدافع الإنسان بشكل عام، لأن الإنسان بطبعه خطأ ولازم عندنا قدر من التسامح. وفي فرق بين لما تبقى خطأ وتبقى مجرم. مظبوط. عشان بس إيه الناس ما تفتكرش أن نساوي بين الاثنين، لكن احنا كافراد نتسامح مع المخطئ، واحنا كمجتمع نعلم نفسنا كيف نتعامل مع المجرم، لان المجرم مش بيبقى الخطا في حق المجتمع ككل، جريمه في حق المجتمع. فالمجتمع هو اللي قادر على التسامح معاه او لغير التسامح، وطبقا لنوعيه الجريمه، لان في ناس طبعها جريمه جزء من طبعها للاسف. فبرضه هو كان ده يبين قوي في كل شغله، يعني كل شغله فيه هذا النمط، وكان يقدر فكرة الحب والحب الحقيقي بمعناه الإيجابي وموجود. يعني انت حتى في لطوط في الشمس واضحة جدا 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 جدا، يعني سواء الأخت اللي بتحب الكاتب المتزوج أو الراجل أو أخته اللي كانت بتحب الشاب اللي من الطبقة التانية، قال لكن هم بقوا أصبح بأغنياء الحرب أو أغنياء ما قبل الثورة، ثم بدأوا يعني حالاتهم تبقى أقل من البتاع، أو البنت التالتة اللي اتجوزت السفير، يعني في تعامل كتير جدا من مع الحب. أو حتى ممدوح اللي مات بشكل، وطبعا من حاجات الطريفة جدا وهو بيكتب لو تطفئ الشمس، لما ممدوح مات هو عيط وهو بيكتب الرواية. اصل ممدوح كان الشخصية المفضلة عند الجميع اللي قروا واللي اتفرجوا على الفيلم. وهي طبعا في الكتابة برضو حلوة قوي. فانت تشوف يعني لما تيجي في بيتنا رجل، ودي طبعا احنا كلنا عارفين انها مأخوذة عن واقعة حقيقية، وهي اغتيال امين عثمان. اغتيال امين عثمان واضحة جدا، كانت قضية شهيرة في مصر في 49. فشوف كاتبها ازاي، وشوف الشخصيات ازاي. يعني الولد ابن العم اللي هو عاوز يستغل الموقف، كيف يمكن الحب وحب الوطن، حب الوطن يطهر حب هو نفسه ويصوب دايما ويصوب سلوكه. وحتى الولد الهربان ازاي حب الوطن وحبه للبنت على نفس القدر من السمو. قيل انه المرسال اللي كان ما بينهم الشاب اللي طبقا للفيلم الشاب الوسيم قائد السياره، هو ده الاستاذ احسان. هو في حاجات كتير، حتى الممثل كان فيه شبه خفيف، وهو فيه شبه، وهو حتى اتعمل فيلم اسمه الله معنا. طبعا، وده فيه جزء من حياه احسان عبد القدوس. لان احسان خريج كليه حقوق، واشتغل في فتره كده حاول يجرب نفسه في المحاماه. دي فتره غامضه في حياه تاريخ الاستاذ احسان عبد القدوس، حاول يجرب نفسه في عمل لكن انت لما تيجي تقرا اعمال احسان، هو فكره اعلاء قيمه الانسان ومعالجه كل او التعامل مع ظروف المجتمع المصري. صحيح الطبقه الوسطى عايز يقول لك احسان ما تكلمش عن الفلاحين، مش عن الموظفين، احسان يتكلم عن اللي شافهم عشان شافهم. انا مش هكتب عن كائنات فضائيه، يعني هو ابن المدينه، مش ابن الريف، وابن المدينه ابن طبقه كمان في المدينه. صحيح. يعني رغم انه هو كان يتواصل مع كل طبقات المجتمع، لكن ما كانش على نفس الدرجة من الفهم الطبيعة الانسانية. هنا بتكلم على الطبائع الانسانية والطبائع الاجتماعية والتطور في الشخصية ونموها الاجتماعي والثقافي والسياسي، قدر الطبقة اللي كان قريب منها اللي بيشوفها في حياته كل الوقت اللي هو كان هو من الطبقة اللي هو المتوسطة اللي هو العليا اللي اقرب الى الارستقراطية المصرية. لكن هو في ده وفي يعني لا، هو يعني مثلا انت خلي بالك ان في بيتنا رجل هو مختار اسره متوسطه طبقه وسطى وعبر عنها، يعني عايز اقول لك تعبير جيد جدا. فكره الطبقه الوسطى المسطوره، الحزب الكنبه،
بالمعنى الدارج الحال اللي احنا بنتكلم عليه، الاب في الاب في ملوش علاقه، بيحب وطنه لكن مش ما يقدرش يخاطر باسرته في دفاعا عن وطنه، ففي لحظه واجد يدافع عن شخص وطنه. في اللحظه دي بيقارن ما بين ابنه والولد الثاني اللي جاي يستخبى عنده وهارب الاخيره، فبينحاز للوطن ويبتدي يعاني يعني وطبقه وسط ازاي بتعيش وازاي بتاكل، وخاصه في رمضان اللي بيتاكل على في رمضان ازاي بيشربوا ازاي بيتسحروا ازاي بيعيشوا، لا طبقه وسط طبقه طيب. وسط بس طبقه وسطى مستوره مستوره، مش طبقه وسطى هتقع في القاع، هتقع في فخ الطبقات يعني الاكثر احتياجا. طب انا هروح للفاصل وعايز اسال احسان عبد القدوس، كان دائم زي ما حضرتك قلت هو دفاعا عن الانسانيه، فكان دائما يلتمس العذر في كتاباته الادبيه لكل من يخطئ، رجل كان او امراه، غنيا او فقيرا، موظفا او اجيرا او راس ماليا، حتى ان وقع في خطا فهو يلتمس دائما العذر. وده كان بيخلي دايما استغرب مش فكرة التماس العذر، ليه ما قد يطلق عليه احيانا الكتاب الاسلاميين كانوا دائمي استهداف لإحسان عبد القدوس وكتابات إحسان عبد القدوس اللي هو كان منحاز انحياز إنساني للكل، رجالة ستات كبار صغيرين أيا كانت الطبقة، هو منحاز لفكرة أنه أيوة الإنسان يخطئ، بس خلونا نعرف بس هو أخطأ ليه الأول قبل ما ننصب له المشانق. فاصل ونرجع بعد الفاصل أحاول أفهم ليه اتعامل كده، حالة الهجوم الشديد على الراجل. انتوا لسه مع بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بكم مرة تانية في برنامجنا بصراحة، وفي ظن المذيع انه دائما المصارحة والصراحة والمكاشفة بعيدا عن مبادئ جلازنوست اللي كانت موجودة يعني قبيل انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا، كانت بسترويكا الاصلاح وجلازنوست المصارحة اذا صح التعبير، مش عارف النطق الروسي بتاعها بالظبط يبقى ايه، انا ما كنتش متفق معها زمان، لكن احنا بنتكلم وضعها في روسيا كان وقتها خاطئ يعني، بس مش دي القصة. لكن هو بالتأكيد أنه الصراحة والمصارحة والمكاشفة والوقوف على الحقيقة والوصول إلى كبد الحقيقة، ودايما الشيء الحقيقي الوحيد اللي ممكن يصلح أي حاجة في الدنيا، ثق من ذلك. يا سلام سلم لما تتحلل وتخلص من همومك اللي بتثقل عاتقك وظهرك، يا سلام حاجة حلوة. ارجع للأستاذ نبيل عمر كاتبنا وأستاذنا الكبير على استهداف الأستاذ إحسان، هو استهداف الكتاب الروائيين والمبدعين دايما هو حاجة موجودة كده كديدا عند ما يطلق عليهم الكتاب الإسلاميين، لكن أستاذ إحسان كان صاحب النصيب الأكبر والأوفر دائما من الاستهداف والاغتيال المعنوي وكل حاجة. يعني هو عايز يعني في ناس تحسن طبعا تهاجم وإحسان قطعا، وفي مجموعة كتير ويوسف إدريس يعني، لكن إحسان كان هو فعلا صاحب الجانب، والدكتور طه حسين كانت مسألة كلها متعلقة بجوانب فكرية بحتة ومحضة. لكن هو أصل الإسلاميين زي ما قلت عندهم، أنت ما تدعو للاستمتاع بالحياة، فكرة الاستمتاع بالحياة أو أنك تبقى بتستمتع بالحياة ومتدين، هم شايفينها أنها فكرة غير إسلامية، ما عرفش جابوها منين، لكن هم شايفين. الحاجة الثانية إن أما طول الوقت يتحدثون عن الإنسان كما لو كان إنسان آلي، يعني الشخص المتدين ده هو إنسان آلي، أو الإنسان عموما لا يخطئ، مصنوع من حديد وأسمنت ومسلح وحاجات زي كده، قادر على مقاومة الإغراءات وضغوط الحياة وأيا كان حصل له مش عارف إيه، طبعا مع إن هم بيعملوا بلاوي، انا بتكلم في التعاون، نظرة للاخرين، يعني فكرة الازدواجية هو يفعل ما يشاء لكن يتحدث عن الاخرين دائما بمثالية مفرطة لا وجود لها. يعني حتى لما ربنا بيتكلمنا عن الانسان، الله غفور رحيم، غفور لمن؟ لمن يخطئ ولا لمن لا يخطئ؟ هو يعني المغفرة تأتي لمن؟ اصلا هيغفر للي غلط. التوبة تأتي لمن؟ العفو يأتي لمن؟ المخطئين، الخطائين، الخطائين خير الخطائين التوابون. وبالتالي انت لا، فانت مؤمن انك عليك ان تكون انسان زي
قضية السكة الحديدية، وطبعا دي كذبة مغلاش موجود لا في الإسلام ولا في أي ديانة أخرى، لكن هم عايزين كده. وبالتالي شيء طبيعي عن شخص يدافع أو يدافع عن إنسانية الإنسان. أنت مش إنسان، احنا قلت لك أنت روبوت ماشي زي أضبان السكك الحديدية، وبالتالي مش من حقك تغلط، مش من حقك تغني، مش من حقك تبتسم انك تفرح، مش من حقك تحب او تتحب. انت مالكش حقوق انسانيه، انت حقوقك او انت عليك واجبات دينيه فقط. ده تصورهم للدين، ان عليك واجبات دينيه وهي شكليه بالاساس، وهي شكل ما انا قلتش شعائر. انك مؤدي للشعائر، وبالتالي شيء طبيعي ما إحسان يخالف ده، والمش مهم انه يخالف ده، ان يصبح له جمهورا عريضا. هي دي الازمة. الله، ده في ناس بتسمع الكلام ده او بتتبعه او بتطوعه او هتؤمن به. لا، ده علينا نغلق هذه السكة، لان فكرة الطاعة يعني التيار الاسلامي عايز مسلم، لانه في النهاية هو مرتبط في الاخر هيرتبط بفكرة سياسية. أنا اللي بدافع عن الدين، أنا المحافظ عن الدين، أنا اللي معايا التوكيل اللي ربنا بعته لي، يعني ربنا مديني توكيل عنه، وبالتالي أنا لازم أحكمكم. فأنا محتاج منك عشان أعرف أحكم إنك تسلمني عقلك، وعشان تسلم عقلك لازم تسمع كلامي اللي أنا أقوله وتتربى عليه. ففكرة إن يجي حد يغير هذه التربية، يعني أنت ما تيجي أقول لك إيه، إذا لم نستطع أن نحكم الآن فعلينا أن نهيئ المجتمع، أن نهيئ المجتمع لقبول أفكارنا عشان نبتدي نحكم نعمل الدولة اللي احنا الدولة الإسلامية. نهيئ المجتمع، نهيئه. يبقى أي حد ضد تهيئة هذا المجتمع أنه يبقى مطيع والطاعة العمياء، دي جزء أساسي في التهم طبعا. وأطيع الله ورسوله ولي أمر، ده احنا بنتكلم في أمور الدين، يعني ما جاء أقول لك تعال نصلي، تعال، مش هاجي اقول لك تعال روح السينما او تعال روح نقرا كتاب فتقولي لا انا عايز اقرا الكتاب ده. وانا مره كتاب قلت طب لو كلنا طلعنا فقهاء في الدين، مش شغال كلنا بس نقرا، يعني كلنا اتعلمنا، كلنا قررنا نطلع من المدرسه نتعلم في التعليم الازهري كلنا بلا استثناء بما فينا المسيحي، مفيش مشكله، وبعدين نخش جامعه الازهر، وبعدين كنا نطلع من كليه الشريعه وعلوم الدين. طب لما اغزل المجتمع ده يتقدم ازاي يعني؟ ايوه، يعني لان الدين ليس له وظيفه. انا دكتور ومسلم ومهندس ومسلم، او مسيحي طبعا او يهودي، ومغني ومسلم، وصانع ومسلم، وزارع ومسلم، ومش متفق، ومش مطلوب واحد قاعد يقول لك ده انا وظيفه الدين، وظيفة دي. فالدين بالإسلام السياسي تحول إلى وظيفة. وطبعا الوظيفة دي عشان يبقى لها مؤثرة في المجتمع، احنا بنعمل يعني من الأطباء الإسلام السياسي عندنا أطباء ومهندسين عشان يبتدوا يجندوا، مش الهدف إنه طبيب لا، الهدف من إنه بيشتغل إنه بيعيش الحياة المدنية إنه هيجند منها، يعني هو بس لو فضل واعظ بس أو بيشتغل وظيفة الدين بس، هيبقى فرصة تجنيد طلبة الجامعة، أن أكون مدرس، تجنيد طلبة المدارس، أن أكون يعني، ما هو التجنيد بيتم في الغالب في الفترات الصغيرة. والمهم التجنيد مش لازم للتنظيم، للفكرة، لأن فكرة أنك تدافع عن الله، أنك بقيق بعلمك إزاي تحافظ على علاقتك بربنا، أنك بحميك من النار، أني بدعيك للجنة. فالأول بمرر إليك الفكرة، وبعدين ناخدك من فكرة للفكرة السياسية، علينا أن نكون ننشئ دولة إسلامية. أيوة، يعني طب يعني أنا لو مسلم وموجود في المكسيك مثلا، يعني أنا لو ما عنديش دولة إسلامية ما بقاش مسلم، يعني ياخدوا مني ديني مثلا ولا إيه؟ يعني ما ينفعش أكون مسلم في القوقاز مثلا، ما ينفعش أكون مسلم مثلا في الأكوادور. الإسلام دين عالمي، فكرة الدولة حصار الدين داخل الدولة بس، تيجي إزاي يعني؟ يعني اشرحها لي، يعني عايز اقول في تناقضات كتيره، لكن هم مش ده معناه ان هم ده مرحله تقزيم للدين امام السياسه. لا، هو الدوله ولو لا مزن حضرتك، هي الدوله العباسيه في مش انهارت؟ هو الدين انهار؟
الدين يعني عدد المسلمين قالوا بانهيار الدوله العباسيه انهيار بدوله. طب عصر الخلفاء الراشدين هو الرسول عليه الصلاه والسلام لما مات عدد المسلمين قالوا اختفوا؟ لا. الله، الدوله الحاميه للدين يعني، عايز اقول المهم يعني. فاحسان كتابات احسان ضد الفكره دي، فشيء طبيعي انه يبقى صاحب الهجوم الاكبر عليه، لان احسان بيقول الانسان، الانسان يخطئ ويصيب، الانسان شخص طبيعي يحب ويكره ويخطئ ويزل ويصحح خطأه ويتوب ويعود ويمشي ويتحرك ويأكل ويشرب ويموت كل الكلام ده. بس الانسان اللي بيتحرك الطبيعي ده انسان يتمتع بحرية التفكير، والحرية التفكير ضد فكرة الطاعة. فشيء طبيعي ان انا لازم احارب احسان القدس، وحربه بشدة وبقسوة وبعنف. فشيء طبيعي ان يهاجموا احسان القدس هذا الهجوم الشرس. يعني لما يجي يقول لك واحدة تقول انا حرة، حرة حرة في عينك وعين ازاي ده؟ امال انا هجيب جواري منين؟ ايه حرة دي؟ فده شيء طبيعي. ويبقى الحرية بالنسبة لهم هي دعوة للفجور. يعني الواحد ما ينفعش يبقى حر ومحترم، لا، طالما المرأة حرة تبقى فاجرة، لكن الراجل ممكن يبقى حر ومحترم. ده طبعا تفكير ذكوري قبلي بدوي 100% ملوش علاقة ابدا. المرأة حرة، وحرة بالمعنى الحرفي للكلمة، حرة لك بمعنى الحرة. حرة. ايوه، حاجة الأصيلة والصحيحة. لكن ما يقول انا حرة عند احسان يبقى دعوة للفجور. يبقى يا نهار ابيض. يا نبيل انا مش عارف اشكرك ازاي. اشكرك على وجودك معانا، واشكرك على كلامك على الهواء، واشكرك على مناقشة حصلت قبل ما نخش الهواء متعلقة بشكل التركيبة المصرية التي تمتلئ بالتناقض، ودي مرة لازم نقعد فيها حلقة بالكامل، لانه دي جملة من غير ما هأفشيها بكاملها علشان أتركها بعد كده للمناقشة. تركيبة المصريين اللي ممتلئة بالتناقض من أقصاه وأعلاه وحتى أدناه، من أفضل الفضائل وحتى أحيانا أسوأ الصفات، هي اللي بتشكل هذه الشخصية المصرية. وأنا قعدت وقتها على الكنبة في الأوضة بتاعتنا بتاعت الضيوف ساكت بسمع أستاذ نبيل في نقاشه مع زميلي وصديقي العزيز وائل لطفي صامتا، وقاعد عمال ببلور في دماغي حلقة أخرى مع الأستاذ نبيل على النقطة دي. المصريين اللي عمرهم 7000 سنة ليست مجرد كلمة بنقولها وخلاص، هي كلمة بجد، ده اللي قاله أستاذ نبيل. نبقى نتناقش فيها يمكن بعدين، لكن أشكرك جدا على جملة أكتر من رائعة، هي فاتحة لمناقشة طويلة يا رب قريبا. أنا طبعا سعيد بوجودي معك ومع مستمعيك ومع نجوم FM، وطبعا قضيت وقت جميل معك جدا، وأنا سعيد بيه، وكمان سعدت بالكلام عن إحسان القدوس وفاطمة اليوسف وروز اليوسف، لأن اللي ملوش خير في أصله ما يبقاش خير في حد، وهو أصلا ما يبقاش خير بطبع. أخيرا وليس آخرا، تظل روزا اليوسف هي قدس أقداس الصحافة، قول حق لا يراد به أي باطل. دي نقطة. أستاذ أحسان عبد القدوس كتب أدبا ساهم في أنه يفتح أذهان الناس للإقبال على الحياة. عايز أقول بس كلمة الإحسان طبعا، هو ظلم فيها بالنسبة لكتابات النقاد، نقاد الأدب. أنا رأيي أن نقاد الأدب من حجم الهجوم اللي تم على إحسان القدوس كانوا يخافوا يقتربوا من إحسان بكتابات حقيقية وجادة، ويقولوا ويدفعوا، مش يدفعوا، يقيموا أدبه تقييما. أنا رأيي أن أدب إحسان القدوس حتى هذه اللحظة لم يقيم تقييما كاملا حقيقيا إلا من بعض في كتابات، يعني في كتابات طبعا ما أقدرش أنكرها، يعني غالي شكري فينا، لا في كتابات طبعا، لكن إحسان يستحق أكثر من ذلك بكتير. عشان كده كنت بقول بسط لنا مفهوم الحب والمحبة والحرية والانفتاح والمساواة، وبسط لينا كمان المفاهيم المتعلقة بالغفران والمغفرة والتوبة من خلال أدبه. في الكثير من الأدباء والمفكرين المصريين اشتغلوا على ده قبل إحسان وأيام إحسان ويمكن بعد إحسان، بس كان إحسان أكثرهم بساطة وتبسيطا ووصولا لعقول وقلوب أجيال كتير. للأسف خلصت الحلقة، وللأسف لحد اللحظة دي لسه الأستاذ إحسان ما خدش حقه،
وللاسف زي ما قال استاذنا نبيل عمر وصلاح حافظ ما خدش حقه، ولنا في ذلك الكثير من الكلام، ولكن ربنا يدلكوا ويدلنا العمر، لا تتوقفوا عن التفكير. نتقابل يوم الحد لو كلنا العمر ان شاء الله الساعة 3 بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات. كنتم مع بصراحة مع يوسف الحصيني على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على فيسبوك.